اوريك اقرا الاسامي كامل. عبد العزيز المغيري، علي يخي، علي يخي، ما ايش علي يخي، علي يخي واحد، علي يخي اثنين، دان صح؟ ايه علي دان وعلي هاد، اي واحد فيهم؟ علي يخي واحد، علي يخي اثنين، عبد العزيز المغيري هذا علي لبدان، علي هادي ايمن، وعبد العزيز المغيري. والله انك الله يبارك لانها اتوقع انها فيها مقاسات فتشوفونها داخل. خلاص ماكو مشكله، لكن الله يبين عليه كتابات. ايه لكن الله يبيض وجيه هنا يا الصوت يا شباب. ابو ناصر ويت ابو ناصر، تعال ابو ناصر ياخذ مساحته يتكلم. اولا اجلس يا ذا القعود الاجرب، اقعد. تعال اقعد خلاص. شريت انفخ عليهم، انفخ ابغى تنفخ عليهم شوي. قط واحده قوي شوي الراس. المهم الله يبيض وجه الجمهور، فريق الدعم، بيض الله وجيهكم وانعم الله عليكم على هالهديه، وعز الله انها راح تعطيني دافع معنوي وقوي. تستاهل الله بالله يبشرون من دام نعطوني هديه. ولا جت تدري عاد تدري اول مره يجيني هديه بحياتي؟ اقسم بالله والله العظيم من الجمهور. بيض الله وجيهكم، عز الله. ترى في هنا برضه هديه لك، بيض الله وجيهكم. خذها معك، خذها معك. علي هادي موجوده هديتك هنا، علي اللبدان. وين علي اللبدان؟ وش فيك رقطت يوم جات الهدايا؟ انا ابغى طويل عمر القعود. ايه موجود. ايه ابو ناصر موجود. ابو ناصر جميل. عبد الله ايش عنده؟ كلمه والله كلمه. الله يطول عمرهم، بيض الله وجهه، بيض الله وجيهه، اللي يرسل الهديه طقم والله لا يهينه ويطول عمره، وباذن الله ان شاء الله نهديه في رمضان. الو الو الله يبيض وجيههم. والله انها اعطتنا دافع معنوي وانهم ما قصروا، الله يطول اعمارهم. وانت والله انك تستاهل، تستاهل الطيب. لكن تدري وش اكبر هديه؟ ايه؟ واكبر هديه لكم انتم يا الطيب. اكبر هديه اعتقد انك تقدمها لجمهورك انك توصل ستيج النهائي. كل واحد يطول عمرك، الله يفكهم ان شاء الله. حي والله. عطني يا ابو ناصر. علي هادي، علي بن هادي يسمعك. ايش دنه بيجي من ابو ناصر معنا 10 دقائق او 9 دقائق بالتحديد. أيه. عشان نختم على الفقره ونعطي الشباب كلهم. ابي استلم الهديه من ابو ناصر. لا قبل ما تستلم الهديه دقيقه. لا ارجع مر على الجمرك هنا. شوف تعال يا جمرك. الجمرك مو ابن هادي. ابغي لي مشهد تمثيلي على وش اقدو. لا كيف تعلمني ابو ناصر؟ انا ادري انك محاور جيد، تعطي سؤال محرج يجاوب عليه ياخذ هديته. تفضل. اي سؤال صح، عطني سؤال. خلاص محرج في ثوبك انت؟ لا لان هذا يثقل علي الحمل. فانا يكفيني حمل المحيط الهادي. اسمع انا ما بسالم الحزام ولا انا محمد المنصور. أيه. تقعد تنشر اذنيك وتقول كذا وتقول كذا، انا اعرفك. اسمعني ابشر سعد. اسمع بقول لك شيء. ها الوقت ابشر. انا جايبك دعوة مجوبة وحطها علي. انا يجيني تهديد، يجيني تهديد. بناء مبروك مبروك مبروك. طيب 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 علي بن هادي، خلنا بعيدا عن العبط. وانا ادري ان كلام سالم حزام ومحمد منصور انهم يستفزونك ليخرجوا اسوء ما فيك ويقولون هذا علي بن هادي. انا ما صفقة حية. انا ما احب الكلام هذا، ولكن انا بقول لك، بسالك سؤال من اخ لاخي. علشان تبرد اللي في كبدك، تبرد اللي في كبد اللي يسمعون واللي ينتظرون منك ذا الجواب. هل علي بن هادي بينه وبين احد المتسابقين ولو ذره شيء من الامور؟ فبقول لك شيء، بقول لك بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماء، ان كان بينك وبين فلان شيء قول نعم، عتبان عليه ماخذن فيه. اسمعني بعد مجنب ذاك، خلني اتسامح. ما قلت شيء. اي صبر صبر، انا دار انك بتحكي، انا دار انك بتحكي. شوف ان كان فيه شيء، فانت تدري ان اللي يطيح اللي في خطر الرياجيل انه المواجهه. نعم. اما اذا قعدت انا نقدن على فلان ولا في خاطري عليه شيء وهو صادن وراه وانا صادن وراي، ما جبت الا نبي. نعم صح. فالحين هل بينك وبين احد المتسابقين شيء؟ اذكر اسم ولا بدون؟ لا بدون ذكر. بس اقول لي ولا لا؟ ايه قولي ولا لا. وتعقوبه تعطيني هديه؟ لا اصبر. انا ابغى اجودك في الملف. لا جودني انت. لا اصدق قول ايه. يعني فيه قول ايه.
لا هذه فقره ولا جوابك اصبر جعلني ذاك فيه صح؟ لا والله ما فيه. سالتك بالله محمد قال ما فيه خلاص 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 انت معطيني الوحد خلاص ما تخص خلاص انت الباب الاخيره قال ما فيه بدون ما تقول يذكر اسم طيب بدون ما اقول لك والله لك وجهه والله عليك فيه فيه نعم طيب هل ممكن انك اذا واجهت انت الشخص ذا انه يطيح اللي في خطركم ولا انت ما تبقي اساسا؟ نعم ما لا ما في ما في يا ابيض يا اسود هل ممكن أبيض. اصفر اختار اسمع هل ممكن انك اذا واجهت انت الشخص ذا انه يطيح اللي في خطركم كله؟ نعم ممكن. ممكن يعني عادي عادي طيب القصور المبادره القصور منك ولا منه؟ وش رايك افتح لك قناه في اليوتيوب انت؟ جعلني فداك جعلني فداك يا ولد انا قلت سؤالي انا عندي 6 دقائق اختم من انا ما جاي عشان يعني ما حد منكم بادر؟ لا ها؟ انا بعلمك بشيء والله والذي اوه شنت ابو غلط اسمع بقول لك والله يلي بقوله لك اني ما اقولها الا لنفسي اللي ببادر هو الافضل نعم نعم وانت كيفك؟ الله يحفظ يستر عليك تفضل الله يبيض وجهك 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 كلمه توجهها للجميع هذه هي لو سمحت يا الربع زين الصيه هذا كم بوابه قر اسمع انت تبغى تشاورني ولا وش يا محمد ناصر قطر يقول لي طموحك واهدافك كن كما انت دائما ابغى غويا كما الجبال كما الجبال كما الجبال وابغى مبتسما دائما جمهورك من قطر تحيه يا قطر اللهم الله يستاهلون جملنا طيب الله وجهكم ابو ناصر بس عشان اختصر الوقت اسمح لي نكنسل جمرك يلا كان لبدان ما شكرت ما شكرت عن شكرت الله يبيض وجيههم ودام الهديه معي والله ما بيني وبين حد شيء ابو ناصر بس كذا ابي الهديه بيض الله وجهك بيض الله وجهك ابو الله يبيض وجهك لبدان تعجز الكلمات وتتسابق الخطوات شوقا وفرحا للقياك للي مثلك وشرواك زين علي بن لبدان انا من اشد المعجبين في شخصيتك والله لا فيها رياء ولا فيها سمعه اصالحك أيه؟ انا يعني في الصباح فصحنا الصباح جاء صرت ادخل هاشتاقك عشان اضحك صفق صفق يجعلك ان شاء الله تضحك في الجنه يعني هدا طول عمرك كل لي فخر اني اقدم لك هداياك من جمهورك من محبيك هداياي هذه الهديه الاولى لك وإذا تبي تقرأ وبرضه هذه الهدية الثانية والهدية الثالثة كذلك موجودة مع أيمن داخل الكيس كلمة توجهها لمحبينك شو يا ابن الله يا أقرأ البلدان يقول لك كل مكشوف يمل باسم جني والمخطط دائما إيش شفادي بطل الوحدة أربع إحنا نشوف شو لا لا يا ولد أصبروا يمكن فيها علي البلدان أنت من تجعلنا دائما على محط الانبهار والدهشة من والدتك واخوانك مشرفات الدم وهنا كلام يفترض ان تقرا لحالك عدل اوكي اعتقد ان المخلصين في الهدايا هم من يحتفظون بالتفاصيل الصغيره اللي هي الاوراق او الباركود اللي يجيك فيه اهداء او غيره هذا 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 الوفي واللي يستحق الهديه اما الشخص اللي ياخذ ورقه ويقطها انا اعتقد انه ما يستاهل هدايا بيض الله وجهكم شكرا بحجم السماء اصبر شكرا بحجم السماء الجمهوري والفرقاء الدعم الله يجعلني عند حسن ظنكم وباقونا وانا تمغط باقونا وانا تمغط موفق يا علي وياك الرجل اللي انا راهن على تواجده في الشاشات وراح يكون مطلب لانه صنع نفسه كرجل اعلامي من الطراز العالي وانا متاكد انه يوم من الايام انه راح يقول لمتسابقين في المستقبل بكل حب نستودع الله فلان ونقول بكل حب نرحب بابداح والله انا تعجز الكلمه الله يسلمك يوفقك خير جرب يطول عمرك طبعا هديتين هي جرب يطول موجوده هنا ولك الخيار اذا تقرا الكرت اول شيء قبل اقرا الكرت الشهاده اللي من رجل مثل ابو ظهير والله انها تزودني واني احتفظ بها لمدى الحياه انت من الحوات الغانمه اللي انا اتنوم سم معرفتهم جعل عمرك طويل وشهادتهم تزودني واسال الله عز وجل اني اكون على حسن ظنك على حقوه كلامك الطيب اللي هقيته في رفيزك الله يطول وانا ان شاء الله على حقوتك فوق باذن الله باذن الله انك على ما قال عند حقوتك الطيب والله يوفقك ان شاء الله كلمه توجهها لجمهور دعمك طبعا هذه بخليها طبعا
كاتبين من حقي اني اقرا كلامهم. نجمنا الفارق ابو ناصر، ثق تماما انك تملك كل امكانيات المقدم الناجح لك، مستقبل باهر بالاعلام وبانجازات تنتظرك وجمهورك ينتظرك ايضا بكل حب وشغف. حاول ما تغيب عن البث لان هالفرصه فرصتك. البرنامج شارف على الانتهاء، فاصنع لك بسمه فارقه، بصمه فارقه مثلك يا بطل، الفارقين معك وفخرين فيك جدا. اول شيء الله يبيض وجيههم، جعل ربي طول عمرهم. اول شيء الله يطول بعمرهم ولا يهينهم، وانا ممنون جدا لهم والله انهم يحرجوني كل يوم بعلومهم الطيبه، وانا اسال الله عز وجل اني اكون على قد ثقتهم وهقوتهم واقول ابشروا بالسعد، وان شاء الله احنا وياكم نفرح على ستيج النهائي والانجازات والنجاحات ان شاء الله مستمره. والله يبيض وجهك ولا يهينك، وجهك ابيض وتستاهل، والله يوفقك ان شاء الله ويعزك ويطول عمرك. بيض الله وجهكم. سهل الطيب، سهل الطيب يا حبيبي، صاحب الكلمه المتفرده والشاعر الكبير اللي قبل ما يلعب على وتر ذاته يلعب على وتار الاخرين. بكل حب وكل فخر وكل اعتزاز اقول عبد الله الحافي حياك الله. كنت ابغى اقول عبد الله الحافي. انت شفت الغرير اللي ياخذه ابوه؟ لا لا شوف شوف، اللي امه عند خواله وتبلش فيه هذا انت. لا لا شوف، انت عطني المقدمه وانا باطل. يلا باقي دقيقتين يلا عشان ما خلينا نشوف الدراهم. هنا ورد قادم خطيطه. يا ولد اشيلك بالله، انت اسكت شوي. ابو بالمدام عطني ذي، عطني ذي ابو دراهم. يا ايه خذ راحتك. يقول الى عبد الله الحافي، بما انك هاوي ومحب للشعر واكتسبت الشعر موهبه واراده، حبيت اهديك هديه بسيطه تدون قصائدك الجميله فيها من محمد العتيبي. صافا اول شيء رجاها صافقها تعيد الله. الله يبيض وجهك يا محمد ولا يهينك ويجمل حالك. انا والله ما اعرف بس عاد ذكر محمد العتيبي عاد واجد، لكن الله يبيض وجهك ولا يهينك ويجمل حالك، وعسى ان عند الحق والله يجملنا معكم. الله يوفقك ان شاء الله ويحفظك. ناصر الله انت طيب. الشخص اللي هو غالي ويشبه شخص غالي جدا وكان بطل احد النسخ السابقه. لا تحرق المشهد يا كابتن، احنا بنسوي مفاجاه. ايوه انت عيونك ناظر لي وشوف عيونك. تركي غازي، تركي غازي. يا تركي انا احب فيك الهدوء، وانا احب فيك الصمت اللي يعرفه الرجل انه فعلا ما هو بضعف قد ما هو اتزان وقد ما هو حكمه. نعم تستاهل الهديه الجميله جدا، تستاهل الطيب وراقيه مثل الشخص المهداتك. الله لا يهينك وكلمه قدرك الحديد. وشكرا لك انت بالاول والاخير. شكرا ابو ناصر ما قصر. اقول الله يبيض وجيهكم ولا يهينكم، وباذن الله ان مثل ما هديتوا تركي ذا الهدايا وذا المحبه باذن الله تركي بيهدوكم شيء يعني مركب، شيء وحين حاسبين حسابه، شيء كاين كل واحد ان يتحزم الى من فوق الصخور. وجهك ابيض ما فيه، ما فيه خرابيط نطبطب عليك، ما فيه اللي تطبطب عليك الوالده الله يحفظها. بس هنا مصامه خروج، اللي يبغى ياخذ المركز الفايزه بالشوط تظهر بيدها. والله تعود هدم اي العرخيل. عشان بس بنختم الجميل جدا والشمات ترى عندي جدا ربط اسمه باسمي، واحيانا يقولون يشبه. كل شرف وكل اعتزاز وفخر انه فعلا عبد العزيز يجيني. الله يحييه يستاهل كل كلمه طيبه. ايه وشمات سلم سلم. وين؟ اسلم قصه لمسه لمسه لمسه. حبيبي انك والله تستاهل، سهل الطيب كفو كفو الطيب انك تستاهل، وانك من الرياجيل المحبوبين. نعم توي حنختم عليك. يلا نتباهى فيك دائما وفخورين اننا كنا وما زلنا مشاركين لك بكل انجازاتك المشرفه ومتفائلين بما ستقدم. دعواتنا لك ان يكون التوفيق حليفك دوما دوما. الله يعطيكم العافيه وجعلني ما خلا منكم. الله يجعلنا وبيض الله وجيهكم، وان شاء الله باذن الله اني اردها لكم بالافراح. يعطيك العافيه ابو ظهير. اقرا عندي ابو ظهير يقول 79 يوم.